انت عزيز عليك كرة؟ وي كتفرج فيها؟ اكيد. كتشجع شي فريق؟ اكيد. شكون فريقك المفضل؟ هنا في المغرب؟ الكاك. الكاك نادي القنيطرة طبعا. اكيد. وشكون لاعبك المفضل في المغرب؟ في المغرب؟ يعني في البطولة المغرب؟ لا لا في المنتخب المغربي. لا بعدا كاين حاجة أخرى نهضروا عليها. شكون أغلى لاعب في العالم؟ غادي نلقاه مغربي. علاش؟ لأن البطولة كاملة كتعطينا لاعب واحد في المنتخب، كنصرفوا عليه أكثر من 80 مليار. عجبتني هذه العملية الحسابية اللي درتها. طبعا شحال من لاعب مغربي كيلعب في البطولة الوطنية كاين في المنتخب؟ كاين واحد وما بقاش. هو اللي مشات وشراتو ديك الفرقة ديال سوتشي. عطية الله. بوحدو اللي كان تيلعب، تصور عندك بطولة كتصرف عليها الملاير وعطاتش في لاعب. اخرين كيكونوا في الاحتياط. لا لا نهضر لك على لاعب رسمي. إذا أنت عندك بطولة كتصرف عليها الملاير وعطاتك لاعب. إذا هذا أغلى لاعب في العالم. من غير الأغلى أعطيني أحسن. أنت في نظرك شكون هو؟ نايف أقرد. من ود قنيطرة. ولينا باه كان تيلعب مع الكاك. لا أكيد لينا باه كان تيلعب مع الكاك وعمو لعب مع الكاك. المهم بوكو تشوز. لا باش كتعجبني يعني واخا الأمر ما كيكونش فيه الحياد ولا الموضوعية كتعترف بها. أكيد.